شيرين رضا ترفض الإعلان عن مكان دفن والدها بسبب كورونا. كان ثورة على مفاهيم بالية، مدحت العدل يعزي شيرين رضا في وفاة والدها. شيرين رضا ترفض تقبل العزاء في والدها. شيرين رضا: لن نعلن مكان دفن والدي بسبب كورونا والعزاء للعائلة. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب محمود رضا ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المترحمين على الفنان الراحل. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. عمرو دياب ينعي الفنان محمود رضا خالص عزائي. نعى الفنان عمرو دياب الجمعة الفنان الاستعراضي محمود رضا الضي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 90 سنة، وقال الهضبة في منشور عبر موقع انستغرام: خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان. يذكر أن الفنان الراحل هو والد شيرين رضا زوجة عمرو دياب الأولى، ويعد محمود رضا أول من أسس الرقص الشعبي في مصر، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح والمناسبات. وفكر الراحل في تكوين أول فرقة خاصة للفنون الشعبية بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف والموسيقي علي رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف. وقدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959، وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة و13 راقصا و13 عازفا، أغلبهم من المؤهلين خريجي جامعات. وصمم محمود رضا الراقصات التي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبرية، وقام بإخراجهما تحت إشراف الدكتور حسن فهمي ورعايته. وبفضل هذا التكوين الراقي اكتسب فن الرقص احترام كل طبقات المجتمع. وفي عام 1961 صدر قرار جمهوري بتأميم الفرقة ضمن قرارات التأميم العشوائية وقتها، وأصبحت الفرقة تابعة للدولة، وقام على إدارتها شقيقان محمود وعلي رضا. وفي عام 1962 انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول، حيث أصبح له منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشرقي. ثم كان اللقاء الفني بين محمود رضا والموسيقار علي إسماعيل الذي أثمر أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته، والذي أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وحصل على جوائز عالمية عديدة عن رقصة النوبة وعن رقصة يا مراكبي. كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية، ولعب بطولة العديد من الأفلام منها حرام الورقة وغرام في الكرينك وإجازة نصف السنة. شيرين رضا ترفض تقبل العزاء في والدها. فاجأت الفنانة المصرية شيرين رضا جمهورها وزملائها في الوسط الفني بإعلانها عدم تقبلها العزاء في والدها الفنان الراحل محمود رضا الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز 90 عاما، وأكدت اقتصار العزاء على العائلة فقط. ونشرت شيرين عبر حسابها على انستغرام صورة لوالدها وكتبت: توفي منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط. كما رفضت شيرين الإفصاح عن مكان دفن والدها لنفس السبب حتى لا يحدث تزاحم، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها. شكر الله سعيكم. يذكر أن محمود رضا يعد واحدا من أهم نجوم الرقص في المجال الفني الشعبي المصري، حيث أسس مع شقيقه الراحل علي رضا فرقة رضا للفنون الشعبية في نهاية الخمسينات، وطاف بها عدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات. دينيا شربين تنعي محمود رضا بصورة مع ابنته شيرين. نعت الممثلة دينيا شربين الجمعة عبر حسابها على انستغرام الفنان الاستعراضي محمود رضا الذي وفاته المنية عن عمر ناهز 90 عاما، وكتبت الشربين: البقاء لله، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا رحمه الله. مرفقة المنشور بصورة للراحل مع ابنته شيرين رضا. ويعد محمود رضا أول من أسس الرقص الشعبي في مصر، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح والمناسبات.
سنوات، وفكر الراحل في تكوين أول فرقة خاصة للفنون الشعبية بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف والموسيقي علي رضا، والراقص الأولى فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف. وقدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959، وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة و13 راقصا و13 عازفا، أغلبهم من المؤهلين خريجي الجامعات. وصمم محمود رضا الراقصات التي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبرية، وقام بإخراجهما تحت إشراف الدكتور حسن فهمي ورعايته. وبفضل هذا التكوين الراقي اكتسب فن الرقص احترام كل طبقات المجتمع. وفي عام 1961 صدر قرار جمهوري بتأميم الفرقة ضمن قرارات التأميم العشوائية وقتها، وأصبحت الفرقة تابعة للدولة، وقام على إدارتها شقيقان محمود وعلي رضا. وفي عام 1962 انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول، حيث أصبح له منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشرقي. ثم كان اللقاء الفني بين محمود رضا والموسيقار علي إسماعيل الذي أثمر أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته، والذي أعاد توزيع الموسيقى لعمل الفرقة السابقة، وحصل على جوائز عالمية عديدة عن رقصة النوبة وعن رقصة يا مراكبي. كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية، ولعب بطولة العديد من الأفلام منها حرام الورقة وغرام في الكرينك وإجازة نصف السنة. حقيقة وصية رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري. فور إعلان وفاة الممثلة المصرية رجاء الجداوي في 5 يوليو الجاري بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، تم تداول أنباء عن توزيع ثروة الراحلة على الشعب المصري تنفيذا لوصيتها، وجاء العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وصية الفنان الراحل رجاء الجداوي قبل أن تتوفى: أقر أنا رجاء الجداوي بتقديم ثروتي للشعب المصري كخدمات وجوائز، وأتمنى من الجميع الدعوة لي بالرحمة عندما أتوفى، مع طلبي بإرسال رسالة إلى رابط لتنفيذ الوصية. لكن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، وما هي إلا وسيلة للاحتيال. وقالت أميرة ابنة رجاء الجداوي لصحيفة اليوم السابع إن أمها لم تترك وصية معينة. يذكر أن رجاء الجداوي ولدت في 6 سبتمبر عام 1938، واسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، وهي ابنة شقيقة الراقصة والممثلة المصرية الشهيرة تحية كاريوكا. وشاركت الجداوي في قرابة 400 فيلم ومسلسل تلفزيوني ومسرحية إلى جانب كبار نجوم السينما المصرية مثل فاتن حمامة وعادل إمام. رجاء الجداوي وحفيدتها رضوى علاقة صداقة وطيدة برواية ابنتها أميرة. ما زال الحزن يخيم على الوسط الفني بعد رحيل الفنان الكبير رجاء الجداوي، التي تمتلك شعبية كبيرة بين الفنانين بسبب حبها الكبير لكل من حولها ومواقفها وتعاملها الراقي مع كل الفنانين. إلا أن صدمة رحيلها كانت صعبة جدا على ابنتها الوحيدة أميرة مختار وحفيدتها رضوى، حيث كانت ترتبط رجاء بعلاقة قوية للغاية برضوى، لا سيما وأن حفيدتها الوحيدة. وخرجت رضوى هندي حفيدة رجاء الجداوي أمس الأربعاء وودعت جدتها بكلمات مؤثرة من خلال تدوينة عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معبرة فيها عن حزنها الشديد لفقدان جدتها، حيث كتبت: حيوحشني أن أدخل أوضتك فجأة وأقول لك امتحان مفاجئ، هات السكريبت وأسمع لك ونضحك لحد ما ندمع. حيوحشني أن أدخل عليك وأقول لك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينا. وتحدثت أميرة مختار ابنة الفنان الراحل رجاء الجداوي خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب عن علاقة والدتها بابنة رضوى، وقالت إن الأيام الأخيرة لرجاء الجداوي داخل المستشفى كانت تردد اسم أميرة ورضوى حسب روايات الأطباء لها، مشيرة إلى أن رضوى انهارت بعد معرفة خبر الوفاة، ولكنها تماسكت وحضرت صلاة الجنازة والدفن، وبعد ذلك خيم الحزن عليها بعد العودة للمنزل. وأكدت أميرة أن والدتها رجاء الجداوي وابنتها رضوى كانت تربطهم علاقة صداقة قوية طوال الوقت، ولكن في العام الأخير اشتدت العلاقة بشكل أكبر، حيث أصبحا يقضيان وقت أطول سويا، خاصة وأن رضوى تحب القراءة مثل جدتها، وكان يتبادل الحديث في العديد من القضايا سواء سياسية أو الفيديو مع حكايات رجاء الجداوي لها عن الفن أيام زمان. ولذلك تعتبر رضوى جدتها هي أعز صديقة لها. حلا شيحة توجه نصيحة لجمهورها بعد وفاة رجاء الجداوي، أعرف آلة إيه؟
طالبت النجمة حلا الشيحة جمهورها بالدعاء للفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابها، حيث نشرت صورة تجمعها بالنجم تامر حسني والإعلامية بوسي شلبي. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. لا تنسوا الدعاء بالرحمة والمغفرة للفنانة رجاء الجداوي في التعليقات، ولا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.